السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين قناة دواء دواء أينما كنتم. حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله، وهي بعنوان أنواع الدهون. زي ما أنتم عارفين توجه القناة بتاعنا بيهتم بمجال التغذية والتخسيس والمكملات وكل ما يتعلق بموضوع الوزن يعني وكده. فإن شاء الله بإذن الله الفيديو ده فيديو مهم للناس اللي عايزة تعمل دايت، الناس اللي عايزة تعرف أنواع الدهون في الجسم، او قصدي انواع الدهون في الاكل مش في الجسم، لان في حلقتين هيتعملوا على الدهون، الاولى على انواع الدهون من الاكل النيوتريشن من التغذيه، والحلقه الثانيه على انواع الدهون اللي موجوده في الجسم. حلقه النهارده ان شاء الله باذن الله على انواع الدهون اللي موجوده في الاكل. عشان ما نطولش في المقدمه يعني بتاعت الفيديو، الاول اعمل لي اشتراك في القناه، ده لازم يعني لان انت هتتفرج على الفيديو. اتمنى مشاهده ممتعه للجميع باذن الله. طيب نبدا اول حاجه باول نوع من الدهون، وهو الدهون المشبعه اللي هي ساتوريتد فات. ساتوريتد فات دي نوع من انواع الدهون اللي بتكون موجوده في اللحوم والاجبان، بالذات الصلب منها زي جبنه القريش والجبنه اللي هي بتبقى اللي هي الجبنه الحيواني طبعا مش النباتي، والزبده والسمنه، الحاجات دي كلها. دهون مشبعه مفيده ومضره في نفس الوقت. هتقولي مفيده ازاي؟ هقول لك مفيده لما انت تاكلها. ان الجمعيه البريطانيه لامراض السكري ذا دايابيتيك بريتش اسوسيشن قالت ان الفرد له 30 جرام لو رجل من الدهون الساتوريتد فات، او الست ليها 20 جرام. يبقى انت يوميا لو انت راجل او انت ست نسبتك من الدهون اللي هي الساتوريتد فات 20 جرام لو انت ست، و30 جرام لو انت راجل. هتقول لي انا احسبهم ازاي؟ هقول لك انت بتاكل مثلا، بتصحى الصبح بتعمل بيض مثلا، تحسب انت هتستخدم الزبده او السمنه قد ايه في اليوم، سواء هتعملها على البيض، سواء هتعملها على اللحمه المفرومه، هتستخدمها في اي حاجه يعني، او في اي وجبه من وجباتك اليوميه. يبقى الرجل له من الساتوريتد فات 30 جرام والست ليها 20 جرام بس. الدهون دي نافعة لأن الجسم بيحتاجها، دهون مهمة جدا في تكوين الهرمونات والإنزيمات وكمان الطاقة. طيب ضرة إمتى؟ لو أنا زودت إيه اللي بيحصل؟ الكوليسترول بتاع الجسم بيزيد، فبالتالي تكوين الدهون بيزيد، لأن احنا عارفين اللي بياكل دهون كتير. بس برضو احنا لازم نفهم أي نوع من الدهون اللي مضر وأي نوع منهم اللي مفيد، وإمتى تكون الدهون مفيدة وإمتى تكون الدهون مضر. يبقى كان أول نوع معانا هو الساتوريتد فات أو الدهون المشبعة. موجودة فين؟ موجودة في اللحوم، موجودة في الأجبان، موجودة في الزبدة، موجودة في السمنة اللي هي البلدي. الرجل له كام؟ له 20 جرام 30 جرام يوميا، الست ليها 20 جرام يوميا. طيب نخش على النوع الثاني من الدهون، وهو الدهون المتحولة أو ترانس فات. ترانس فات دي تعتبر من يعني أنواع الدهون سيئة جدا جدا جدا، لأن هي الدهون المهدرجة أو الزيوت المهدرجة. موجودة فين دي؟ موجودة في السمن النباتي، في الزيوت الصناعية المصنعة. سيئة تماما لأن هي بتزود تكوين الدهون في الجسم، بتزود كوليسترول، بتسبب أمراض السمنة والقلب والشرايين والكلام ده كله. طيب يفضل لو أنت بتاكل حاجات من بره. بالمناسبة يا جماعة، الحاجات دي بتبقى موجودة على الحاجات اللي مشتريها من بره، مثلا زي البسكوت زي النسكافيه، زي هتلاقي أنواع الدهون موجودة مكتوبة كده وكميتها. لو أنت لقيت إن الترانس فات أكتر من 5 جرام ما تاخدهاش، ما تشتريش المنتج ده لو فيه أكتر من 5 جرام يفضل يعني. في أكيس شيبسي الحاجات دي كلها هتلاقوها. يبقى الدهون المتحولة ترانس فات دي تعتبر أسوأ أنواع الدهون اللي الشخص بياخدها من الأكل اللي موجود اللي بره. موجودة فين؟ موجودة في المعلبات، موجودة في السمن النباتي، موجودة في الزيوت المصنعة، موجودة في الطعمية، الكبدة المقلية بره، الكلام ده كله. لو أنت هتعمل دايت وعايز تخس وتوصل لجسم مثالي، أو أنت يفضل أن نبعد عن الموضوع ده تماما تماما تماما. ترانس فات مضره جدا، بتزود كوليسترول، يبقى نبعد عنها. طيب خش على النوع الثالث، وهو نوع مهم للغايه، هو الدهون الغير مشبعه او المفيده بقى، الانساتوريتد فات. الانساتوريتد فات دي دهون موجوده في الزيوت النباتيه الكويسه، زي زيت الزيتون، البذور او زيت جوز الهند وزيت الزيتون. البذور موجوده في بذور الشيا، عباد الشمس، اللب، الحاجات دي كلها موجود فيها. السوداني برضو، اللي هي البقوليات، مش البقوليات، اللي هي زي الفول السوداني يعني وكده، موجود فيه برضو دهون كويسه. بيعمل ايه؟ بيقلل ال دي ال وبيزود الاتش دي ال، بيزود بيقلل الدهون الضاره وبيزود الدهون النافعة جوه الجسم. برضو موجود في الأسماك. يبقى احنا بنتكلم على الدهون الغير مشبعة.
اللي هي unsaturated fat، دي افضل انواع الدهون، موجوده في الاسماك، زيوت زي زيت الزيتون وزيت جوز الهند، موجوده في البذور زي بذور الكتان والفول السوداني وبذور الشيا وبذور ال عباد الشمس اللي هو الليب يعني. دي كانت حلقة الدهون، اتمنى تكون مفيدة، واتمنى تكونوا فعلا عرفتوا الانواع، لان كتير بيبدأوا ويكونوا مش عارفين الدهون اللي موجودة في الاكل دي نظامها ايه. طيب انا ازاي اعرف احسب موضوع الدهون؟ بالنسبة لي انت لا تتعدى العشرين او التلاتين جرام في اليوم دهون كاملة، ويفضل ان هي تكون دهون نظيفة اللي هي الدهون الكويسة اللي هي مثلا الساتوريتد فات او الانساتوريتد فات، ونبعد على قدر الامكان برضو من الساتوريتد فات، ما نكترش منها كتير، ودايما نستعمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند في معظم الاكل. دي كانت الحلقة بتاعتنا، اتمنى تكون مفيدة طبعا زي ما انا لسه من شوية، فياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا فولو على انستجرام، هتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن بوكس تحت. ولو حد عنده اي استفسار عن موضوع البرامج الخاصة بالتغذية والتنشيف وخسارة الوزن ممكن يبعت لنا على الواتساب او يبعت لنا رسالة على الانستجرام. ولو حد عنده اي استفسار بخصوص التغذية والتمارين والتخسيس والنحافة، عنده مشكلة بيواجهها، مش عارف يخس، مش عارف ينزل وزنه، مش عارف يتمرن ازاي، مش عارف يبدأ حياة صحية ازاي، ممكن يتابع المنشورات بتاعتنا على الانستجرام، هيستفيد جدا. تابع الفيديوهات بتاعتنا على الفيسبوك، على اليوتيوب، وكلموني او اكتبوا لي الاستفسار بتاعكم تحت في الكومنت بوكس برضو، انا اجاوب على كل الاسئله، وان شاء الله باذن الله استنوني في حلقه جديده على قناه داء ودواء. السلام عليكم ورحمه الله.